هي صور لما سببته الأمطار المتساقطة صباح اليوم بالعاصمة، أمطار أدت إلى إغراق العديد من الأحياء على غرار هذا الحي برويسو، أين ارتفع منسوب المياه في هذا النفق في وقت قياسي. كان يجي الماء من الوقت كان يجيب لابوي هذاك بقينا وضرب تسمى لابوي في خباتيني ما تخليكش تولي مجاريا الماء بدأ يبوسي فيها j'ai pris une décision de classe là ya soit j'abandonne la véhicule ou sauver روحي خرجت من الطوموبيل difficilement courant يدي فيا je me suis raccroché في لي بورت تاع الحديد هذوما هذاك المومون اللي خديت لا ديسيزيون باش نخلي السياره وننقذ نفسي كانت بين الحياه والموت. نشرية خاصة للأحوال الجوية كانت قد حذرت من تساقط كمية معتبرة على عديد الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، ما جعل مصالح الحماية المدنية وفرق سيال مجندة منذ البارحة تحسبا لإعادة فتح طرق مقطوعة وأنفاق قد تغمرها المياه. يعني من البارح من السادسة مساء نتاع البارح حتى اليوم السادسة صباحا، يعني اكسبوزيتيف تاعنا احنا نديروه من 6 العشيه حتى 6 تاع الصباح، 6 وربع اصلت هذه الحادثه، وكنا في نفس المكان يعني ماشي قال ديبلاسينا ولا يعني كنا هنايا كنا حاضرين واش صرا، والامطار من ما تخبيكمش في العاصمه عند الجبال تاعها الامطار قعدت هابط تجي لعندنا لهنايا. هي مشاهد تتكرر كل سنه للاسف، رغم الإجراءات التحسيسية بضرورة تنظيف البلوعات من قبل المؤسسات المعنية، وكذا تحسيس المواطنين بعدم الرمي العشوائي للقمامة والقارورات البلاستيكية لتجنب مثل هذه النتائج التي تؤدي بخسائر في العتاد والأرواح.